ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم إنسان لا يصلي الفجر، ما يصليش الفجر في وقته حتى تطلع الشمس. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذلكم رجل بال الشيطان في أذنيه. الشيطان أكرمكم الله يجي يتبول في أذن هذا الإنسان الذي لا يصلي، ما يصليش الفجر في وقتها، ضحك عليه، استهزى به، سخر منه، جعل أذن هذا النائم أكرمكم الله بيت خلاء. ويوم القيامة الشيطان يأتي ويضحك على الناس، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. بعد هذا خوتنا يجي الشيطان باش يبعدنا عن الله، يبعدنا على ربي سبحانه.